من غرفة تحرير ماغوكسيت، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عناوين بارزة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بلاغ لها أن الزيادة المقررة في أجور النساء ورجال التعليم والبالغة 750 درهم شهريا سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري، وأوضحت أن هذه العملية تأتي بعد استكمال جميع المساطر والإجراءات اللازمة، وذلك بتنسيق بين المصالح المعنية. وفي خبر آخر، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم أمس بالرباط جلسة عمل مع محمود فقر الدين وزير الداخلية بجمهورية اتحاد جزر القمر للبحث عن السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية وعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين. افتتحت اليوم بالرباط أشغال الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا التي تنظمها المملكة المغربية وجمهورية التوغو حول العمل الإفريقي الموحد والهجرة. وفي خبر آخر، تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمركز بني أنصار بالناظور يوم أمس من إحباط محاولة تهريب 116,605 أقراص مهلوسة إلى داخل التراب الوطني، كانت مخبأة بعناية داخل المقاعد الخلفية لسيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية. ومن الناظور إلى أصيلة، حيث أوقفت عناصر الشرطة في الساعات الأولى من فجر اليوم 3 أشخاص من بينهم شقيقان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بالاتجار غير المشروع في المخدرات وعدم الامتثال والضرب والجرح البليغين في مواجهة شرطي أثناء مزاولته لمهامه. وفي الخبر الرياضي، حجز نادي ريال مدريد مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه يوم أمس على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.